عندما فرغت من صلاتي في الروضة الشريفة كنت أنتظر أمي وأختي، فابتعدت قليلا لأتيح لغيري الدخول، وانتهى بي المجلس على طرف الروضة هنالك بين السجادتين. التقطت هذه الصورة، انظروا أحبتي لهذه الصورة التي أمامكم، وأنا أردد: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سجادتان متجاورتان وآية ذات لفظ ومعنى، سكينة دخلت القلب ولم تخرج، زحزحة بسيطة تنقلني من الدنيا إلى روضة من رياض الجنة، وزحزحة أخرى يوم القيامة تنقلني من شقاء أبدي إلى نعيم أبدي الأجل. هذه الزحزحة نقضي العمر في سفر وتعب لأجلها، تكون الدنيا هباء ومتاع غرور فعلا، لأجلها يهون كل شيء، ولكن كيف السبيل إليها؟ بدت أؤمن بمثقال الذرة، بالقليل الدائم، بدت أؤمن بشق التمرة، بقطرة الماء يسقى بها كلب فتغفر أعواما وأعواما من البعد عن الله. مثقال الذرة قد لا يرى في الدنيا، لكنه يأتي يوم القيامة مضاعفا أضعافا كثيرة، فلا يمكن لأحد ألا يراه. بدت أؤمن بالعمل الصالح الذي لا يرى حتى لصاحبه، لكنني أعلم بأن الله يراه، وأنه لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها. أؤمن أن العداس سيرى عنقود العنب يوم القيامة مضاعفا، وربما يكون هذا العنقود هو زحزحته ومنجاته بما جبر به خاطر نبينا الكريم دامي القدمين والفؤاد، والذي كان يقول لزوجه بعد أعوام من هذه الحادثة، حادثة الطائف، وبعدما رأى ما رأى في سبيل الله كان يقول لها: ولا يوم كيوم الطائف. وأظن أن أجر الواحد الذي آمن به يومها على ضعفه وحزنه ليس كأي يوم آخر. أجر عقود عنبة هذا ليس بهين عند الله أبدا. كم أغبطك أيها العداس. لنا رب جميل يعلمنا أن نؤمن بالقليل، نحن المكرمون بقليلنا لأنه وسعنا، مهما عملنا فهو قليل، لكنه عند الكبير كبير. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس مؤمن ولا كافر عمل خيرا ولا شرا في الدنيا إلا آتاه الله إياه، فأما المؤمن فيريه حسناته وسيئاته فيغفر الله سيئاته، وأما الكافر فيرد حسناته ويعذبه بسيئاته. وقال محمد بن كعب القرضي: فمن يعمل مثقال ذرة من خير من كافر يرى ثوابه في الدنيا في نفسه وماله وأهله وولده حتى يخرج من الدنيا وليس له عند الله خير، ومن يعمل مثقال ذرة من شر من مؤمن يرى عقوبته في الدنيا في نفسه وماله وولده وأهله حتى يخرج من الدنيا وليس له عند الله شر. وقال سعيد بن جبير: والإثم الصغير في عين صاحبه يوم القيامة أعظم من الجبال، وجميع محاسنه أقل في عينه من كل شيء. وروي عن سعد بن أبي وقاص أنه تصدق بتمرتين، فقبض السائل يده فقال للسائل: ويقبل الله منا مثاقيل الذر، وفي التمرتين مثاقيل ذر كثيرة. روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها.